السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. بما أننا في يوم الجمعة أكثر من الذكر والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لوصفة اليوم خاصة بتسوس الأسنان، أيضا لها مفعول قوي للتخلص من الجير المتراكم في الأسنان وعلاج التهابات اللثة. يعني بطبيعة الحال إذا عالجنا التسوس وتخلصنا من الجير أكيد سوف تختفي مشاكل اللثة. أيضا تعمل على تبييض وإزالة الإصفرار من الأسنان وأيضا التخلص نهائيا من حساسية الأسنان. يعني تستطيعون أكل الأشياء الباردة أو الساخنة على راحتكم. يعني هذه الوصفة إن شاء الله مضمونة 100%، داوموا عليها فقط 3 مرات أو 4 مرات في الأسبوع وستلاحظون النتيجة وفرق في الأسبوع الأول. مكوناتها بسيطة جدا، أعتقد أنها متوفرة في كل بيت، وإذا كانت غير متوفرة أشتريها من عند العطارين وجربوها وستلاحظون أن مفعولها قوي جدا. قبل ما أبدأ في طريقة عمل هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو لكي يستفيد أكبر عدد من الناس، لأنه الكثير من الناس يعانون من هذه المشكلة سواء صغار أو كبار. ممكن أنه حتى الأطفال الصغار يستعملونها، فهي طبيعية وآمنة 100%، ليس لها أي ضرر. أيضا أتمنى من الزوار الجدد أنهم يدعموني ويشتركوا في القناة، وسأحاول دائما إفادتكم بالوصفات المجربة والناجحة. نبدأ بسم الله في الوصفة. سنحتاج في هذه الوصفة إلى مجموعة من المكونات. أول مكون وهو القرفة المطحونة، تكون ناعمة جدا. سنحتاج إلى مقدار ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. ثاني مكون وهو القرنفل، أيضا يكون مطحون وناعم جدا. سنحتاج إلى مقدار ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون، وأيضا نحتاج إلى نصف ملعقة من الملح العادي، ملح الطعام. أنا راح أعمل هذه الكمية، وممكن أنتم يعني تضاعفوا في المكونات وتحتفظوا بالخلطة أطول مدة ممكنة، يعني لن يحدث لها أي شيء. ممكن نعمل كمية كبيرة وأضعها في وعاء محكم الإغلاق وأحتفظ بها وأستعملها وقت الحاجة، يعني لن يحدث لها أي شيء. نقوم بمزج هذه المكونات مع بعض. ثم نضيف لها نوعين من الزيوت، هما زيت جوز الهند وزيت الزيتون. يعني سنحتاج ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من زيت الزيتون. بالنسبة أنا عندي هنا خليط من زيت جوز الهند وزيت الزيتون، أنا يعني عامله من قبل لأني أحتاجه كثيرا، أحتاجه للشعر، يعني مفيد جدا للشعر، وأيضا أحتاجه في تنظيف وفي تبييض الأسنان. يعني الزيتين مفيدين مع بعض، أنا يعني عاملة دمج للزيتين في هذه القارورة. سأضيف ملعقتين، يعني مقدار ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من زيت الزيتون. أضيف هنا ملعقتين صغيرتين جدا. هذا خليط قلت من زيت جوز الهند وزيت الزيتون. نضيف له مقدار تقريبا ملعقة صغيرة من معجون الأسنان أو أكثر، هذا الشكل، يعني عادي إذا كانت الكمية كبيرة. ونخلط المكونات مع بعضها. حتى يصير عندنا خليط بهذا الشكل،
بالنسبة لطريقة الاستعمال، راح نأخذ فرشاة الأسنان، معذرة، فرشاة الأسنان، ونأخذ كمية من هذا الخليط ونغسل وننظف بها أسناننا جيدا. يعني حاول أني نأخذ وقتي في تنظيف الأسنان حتى تعطي الوصفة مفعولها جيدا. ننظف الأسنان جيدا ثم نغسلها. ممكن نستعملها في الأسبوع الأول يوميا إذا كان التسوس شديد والإصفرار شديد، وممكن أني نستعملها من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع فقط إلى الحصول على النتيجة المطلوبة. وبعد الحصول على النتيجة ممكن أن نستعملها مرة أو مرتين واحد في الشهر حتى لا يرجع ظهور تسوس الأسنان مرة أخرى. هذه هي الوصفة لليوم، إن شاء الله أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. أتمنى لايك وشير للفيديو، أنتظر آراءكم وتعليقاتكم، أيضا أنتظر دعمكم للقناة وذلك بالاشتراك فيها وتفعيل الجرس. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.